On the 14th of May 2013. في 14 أيار مايو 2013 وبناءً للإحالة الواردة في اليوم ذاته من سلطات اتحاد جزر القمر الدولة الطرف في نظام روما الأساسي أعلنت فتح دراسة أولية في القارة التي شنتها إسرائيل في 31 أيار مايو على أسطول المساعدة الإنسانية المعروف باسم أسطول الحرية لغزة المتجهة إلى قطاع غزة. وقد قررت أن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جرائم حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد ارتكبت على متن إحدى السفن وهي السفينة مافي مرمرة عندما اعترض جيش الدفاع الإسرائيلي الأسطول في 31 أيار مايو 2010. وتشمل هذه الجرائم المزعومة خصوصاً القتل العمد وتعمد إلحاق أذى خطير بالجسم والصحة والاعتداء على الكرامة الشخصية. إلا أنني بعد أن قيمت جميع الاعتبارات ذات الصلة تقييما دقيقا استنتجت أن القضية والقضايا المحتملة أن تنشأ عن التحقيق في هذه الحادثة لن تكون على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر. ويعد الشرط الخاص بالخطورة معيارا قانونيا واضحا حدده نظام روما الأساسي. ومن دون أن أهون بأي حال وقع هذه الجرائم المزعومة على الضحايا وأسرهم ينبغي علي أن أتبع التوجيهات التي يقدمها نظام روما الأساسي والتي تتمثل في أن المحكمة الجنائية ينبغي عليها أن تعطي الأولوية لجرائم الحرب المرتكبة على نطاق واسع وفقا لخطة أو سياسة عامة. وإضافة إلى ذلك بالرغم من أن وضع السكان المدنيين في غزة يعد مسألة تثير قلقا دوليا فإن التقييم القانوني الذي أجراه مكتبي اختصر على حادثة الأسطول وحدها. وتستند المعلومات المتاحة التي كانت أساساً لاستنتاجي إلى مصادر موثوقة منها مصادر مفتوحة ومصادر أخرى أخضعها المكتب لتحليل اتصم بالاستقلال التام والحيادية والشمول. وقد أعيد النظر في قراري في ضوء حقائق أو أدلة جديدة. ووفقاً لنظام روما الأساسي يحق للدولة التي التمست الإحالة وهي جزر القمر في هذه الحالة أن تطلب إلى قضاة المحكمة أن يراجعوا قراري بعدم الشروط في فتح تحقيق. وقد أوضحت في الماضي وأكررها في هذا المقام إن مكتبي سوف ينفذ ولايته من دون خوف أو محاباة حيثما ثبت اختصاص المحكمة وسوف يلاحق بقوة أولئك الذين يرتكبون الجرائم الجماعية التي تحوز ضمير الإنسانية بغض النظر عن وضعهم أو انتمائهم. وسوف نلتزم في ذلك التزاما راسقا بإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية باستقلالية تامة. ولكننا لا يمكننا أن نفعل ذلك إلا في ظل تقيد تام بالإطار القانوني لنظام روما الأساسي. أشكركم على حسن الإصغاء. With the Rome Statute legal framework, I thank you for your attention.